اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه واول فقره حواريه معانا النهارده في صباحنا مصري. ويمكن الشتاء في ناس بتحب الشتاء قوي وفي ناس بتحب الصيف اكتر، لكن في كل الحالات مشكله الشتاء الحقيقيه هي التدفئه، وناس كتيره بتسعى للتدفئه عن طريق الاكل، لكن مشكله الاكل مع الوقت انه بتحصل مشاكل صحيه كبيره فعلا، لانه زي ما بيتقال يو ار وات يو ايت، انت اللي بتاكله. لو اكلت اكل صحي هتكون انسان صحي وصحتك جيده، لو اكلت اكل غير صحي الصحه للاسف بتتدهور وممكن تصاب بامراض كتيره بعد الشر عن الجميع زي السكر والاوباسيتي، التخنه المفرطه وامور كتيره من هذا الامر. ازاي ناكل في الشتاء ونتدفى لكن ناكل اكل صحي الى حد كبير ويكون في توازن في اكلنا خلال اليوم؟ اتشرف جدا تكون معايا النهارده خبيره التغذيه العلاجيه دكتوره ساندرا فؤاد. صباح الخير عليكي يا دكتور. صباح الفل، ازي حضرتك؟ صباح الخير عليكي. وبدايه كده قولي لنا، يعني اللي انا قلته ده صح فعلا انه ينفع ناكل اكل ونتدفى لكن ما نتخنش؟ بالظبط ينفع. قولي لي ازاي. احنا دلوقتي في الشتاء احنا بنلجأ للحلول السهله، ان احنا عايزين كرواسون، عايزين كيك، عايزين الحاجات كلها اللي هي سهله جدا ان احنا ناخدها وبتدينا كميه انرجي عاليه جدا بس بتجوعنا طول اليوم، وسكريات معاها، وسكريات وتعلي الانسولين فنكون جعانين طول اليوم. بالظبط. طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا نواظب ان احنا ناخد الوجبات بتاعتنا، ثلاث وجبات في اليوم، فطار غدا عشاء، ولو احتاجنا في النص ناخد سناكس. لو انت شبعانه طول اليوم واخده وجبات كافيه لاحتياج جسمك مش هتلاقي ان انت عايزه تاكلي على طول. الانسان لما بيدور على الاكل كتير في طول اليوم وبيدور على السناكينج طول اليوم لان هو جعان. أيوه. الشخص لما بيكون جعان بيبقى اي اكل في الدنيا بالنسبه له حلو، حتى لو اكل هو مش بيحبه هو بيبقى بالنسبه له حلو لان هو جعان. انت دلوقتي لازم ان انت تمنعي فكره ان انت تكوني جعان. ولا يحلو الاكل غير بالليل يعني. وفي مشكله حقيقيه بيننا وبين الثلاجه بالليل. ما هو عشان انت بتعملي سكيبنج للميلز. انت طول اليوم بتاخدي وجبه او اتنين قليلين جدا وصغيرين، فبتكوني بالليل جعانه، او ان انت بتاخدي وجبات غير صحي. ما هو انت لو اخدتي طول اليوم حاجات فيها نشويات بالدقيق الابيض، العيش الفينو بالدقيق الابيض، اي حاجه بالدقيق الابيض، كل ده هيخلي الانسولين يبقى عالي بالليل، توصلي لمرحله ان انت حسب مجاعه. اي حاجه قدامك هتاكليها، تشيبسي، كيكس، اي سويتس قدامك هتبقي عايز تاكليها. صحيح. فانت لازم ان انت تنظمي اكلك من اول اليوم، تبداي اليوم صح وتاخدي البروتين والخضروات الكفايه لليوم عشان تحسي بالشبع طول اليوم. وبعدين اهم مصادر الشبع هي الميه. فعلا احنا في احنا بننسى الميه في الشتاء. ما هي دي المشكله، ما هي دي المشكله، وده سبب الجوع الرئيسي. ان انت في الشتاء بتكوني جعانه بناء على انك حاسه بالعطش اكتر لانك انت معطشه جسمك طول اليوم. لازم ان انت تاخدي طول اليوم من 3 ل 4 لتر يوميا في الشتاء زي في الصيف. في الشتاء زي الصيف، لان الناس بتهمل وبيجي لهم جفاف. صحيح. وبيكونوا يعني الجسم عطشان وبيعوض عن ده بالاكل. هل معنى كلامك ان احنا بيختلط احيانا علينا الامر يا دكتور ما بين الجوع، الاحساس بالجوع والاحساس بالعطش؟ بالظبط، الجوع الكاذب. لازم ان انت تشربي ميه الاول، تاخدي كوبايتين ميه طول اليوم، يعني كل ساعه او كل ساعتين تاخدي كوبايتين ميه. طب لو بدانا الكلام بالعكس وقلت لك ايه السناكس مش ايه الوجبات الرئيسيه، لانه دي المصيبه الاكبر في الشتاء، ان احنا رايحين جايين اي حاجه قدامنا، شوكولاته زي ما قلتي، كيك، مخبوزات، اي حاجه موجوده، والامهات بصراحه ما بتتوصاش يعني، بتبقى عايزه تغذي الاولاد دايما، فدايما حتى قدامهم كمان. قولي لي ايه السناكس الصحيه وينفع ناس تبدلها ونبقى مش حاسين بتانيب الضمير زياده، وفي نفس الوقت يدينا طاقه علشان الشبع وكمان التدفئه. في اول حاجه ان احنا هنركز على المشروبات السخنه، لان دي هتزود التدفئه في اليوم، وفي حاجات هنتكلم فيها سعراتها قليله جدا، دي هتزود الدفء في الجسم ومش هتدينا يعني طاقه كاذبه او طاقه زياده عن الاحتياج الجسم، مش هتدينا دهون. ماشي، دي هناخدها طول اليوم وهنتكلم ايه المشروبات دي. السناكس بقى كاكل احنا لازم ممكن ناخد مكسرات، المكسرات غنيه جدا باوميجا 3 وجميله جدا، بتحسس بالشبع. فشار ممكن ناخد بطاطا، ممكن ناخد كميات قد ايه؟ عشان ما برضه احنا بنقول فشار ممكن الواحد يعمل كوب فشار او اتنين كوب فشار. كوب او اتنين كوب فشار، مش كوب كتير. بعد ما يستوي ولا بعد ما يستوي؟ وده على فكره كميه كبيره، يعني انت هتحسي نفسك ان انت شبعانه جدا بس بعدها. كمان ما اروح ما اعملوش بالزبده؟ لا، ما هو احنا هو مش محتاج، ممكن بيتعمل من غير دهون خالص. او بمعلقه زيت مفيش مشكله برضه. وايه الحاجات الجميله جدا جدا في الشتاء؟ الشوربه.
كل انواع الشوربه انت معاكي، ما عدا طبعا اللي بيتضاف عليها كريم وبيتضاف عليها دقيق كتير، يعني في ناس بتضيف كريم ودقيق وحاجات كده بتزود السعرات بزياده عاليه جدا. بس الشوربه دي ما هي عباره برضو عن دهون، هل دي ليه؟ مش يعني هي بتبقى نتيجه فراخ او لحمه؟ لا خالص، انت لما الشوربه بتغلي الحاجات دي بتطلع الدهون على الوش، فانت بتشيليها بسهوله جدا. فانت مش بتاخدي الدهون، انت بتاخدي الفايده كامله بتاعت الفراخ او اللحمه او اي حاجه. وبعدين ممكن تعملي شوربه الكرنب، تعملي شوربه عدس، تعملي شوربه بروكلي، تعملي شوربه خضار، كل بالزبط. الحاجات دي انت هتحسسك بالشبع وهتكوني متدفيه ومبسوطه جدا. طب الحاجات بقى الخاصه بالسي فود والاسماك دي بتخن الشوربه الخاصه بالسي فود؟ لا لا، لو انت ما ضفتلهاش كريم او دقيق كتير مش بتخن. ليه؟ مش هتخن خالص. قلتي كمان البطاطا، البطاطا ودي جميلة حاجة جدا. ممكن ناس كتيرة تستغربها، هي البطاطا مش بتخن؟ لا البطاطا جميلة جدا جدا. قولي لي على فوائد البطاطا أكتر. البطاطا دي من النشويات المعقدة اللي هي المفروض ان احنا يعني ما ناخدش، ما نعديش يوم في يومنا غير لما ناخد منها. لانها مفيدة جدا جدا، وفيها سكريات بتحسسك بان انت مش محتاجة للسكر الزيادة في يومك، وبتاخدي فوائد كبيرة جدا. وبتدفي بصراحة. وبتدفي جدا. يعني محدش فينا ما يحبش البطاطا في الشتاء، ودي ميزة بصراحة ان الشتاء جميل في غني في بطاطا كتير. السناكس مفروض تبقى مواعيدها ايه في خلال اليوم وكم مرة؟ مرتين. كفاية مرتين. نكتفي بمرتين، يعني انت مش محتاجة اكتر من كده. لما انت تاخدي فطار غدا عشاء، وما بينهم ما بين الفطار والغدا سناك، وما بين الغدا والعشاء سناك، مش هتحسي ان انت جعانة خالص. يعني مستحيل ان انت تكوني واخدة اكل صحي وتحسي ان انت جعانة بعد الـ بعد الـ بعد السناكس وبعد الوجبات دي كلها. وبعدين لو بتشربي مية ومشروبات دافية. اخر وجبة المفروض تبقى الساعة كام؟ قبل النوم بثلاث ساعات. أي كان، يعني في ناس اصلا بتسهر للساعه 2 الصبح مثلا. ما فيش مشكله، اولا بتكون خفيفه عشان ان احنا ما يكونش عندنا عسر هضم، ما نتعبش بالليل، ونقدر ننام يعني بسهوله، يعني ما نبقاش معدتنا وجعانه ومتالمه طول الوقت واحنا نايمين. فناخد ان احنا ناخد الوجبه قبل الاكل قبل النوم بثلاث ساعات، وتكون خفيفه مش تقيله. تكون خفيفه، تكون فيها بروتين، يعني زبادي، بيض. لان في بيوت وتلاقي الاكله الاساسيه عندها العشاء، لما الاب بيرجع من شغله مثلا متاخر او كده، فالعيله بتتجمع كلها على العشاء، فبتكون دسمه الى حد كبير العشاء. ما هو ما ينفعش، لانك انت اولا مش هتعرفي تنامي. هي يعني هي ما فيش مشكله في الاكل بالليل كاكل بالليل، لكن الفكره كلها ان انت ده بيسبب عسر هضم وبيقلل من النوم. وبعدين النوم احنا مفيد بالنسبه لنا جدا في الحرق. ايوه، فانت ليه تعطلي الفكره دي؟ لازم ان احنا ناخد وجباتنا بدري، لازم ننظم وقتنا ان اخر وجبه دي تكون اخف وجبه واسهل وجبه، تكون عباره عن فاكهه، عن خضار، عن زبادي، عن ممكن فشار، ممكن نتعشى بفشار بكوبايتين فشار، تكون عباره عن اي نوع بروتين، بيض والكلام ده كله، الحاجات دي كلها حلوه بس جدا. عيش ممكن ناخد عيش قليله، ما هو احنا العيش والنشويات بنقسمهم على اليوم على قد احتياجنا. ممكن يكون احتياجي لرغيف عيش مثلا طول اليوم اخده على مدار اليوم، ممكن اخده بالليل ما فيش مشكله، الا لو حد عنده مقاومه انسولين. أيوه. مقاومه الانسولين احنا بناخد بالليل اكل خفيف جدا، هاي بروتين لو كارب. بناخد اكل خفيف جدا جدا عشان ما نعليش السكر بالليل واحنا نايمين. دكتوره ساندرا، وانتي ذكرتي الحرق بالليل، وانا مش عايز اسيب النقطه دي الحقيقه، لانه في فيديوهات كتيره جدا منتشره ازاي تزود الحرق وانت نايم. هو في حاجه اسمها كده؟ ينفع نزود الحرق بتاع الجسم بتاعنا واحنا نايمين، ولا دي فيديوهات مش حقيقيه؟ هو اوريدي اصلا الحرق بيبقى شغال طول اليوم، اوكي، وهو بيشتغل واحنا نايمين. بس الفكره ان انت لو انت واخده وجبه دسمه جدا او وجبه كبيره، طب ما هو الحرق هيتوقف. ويفضل ان احنا ناكل قبل النوم بكتير عشان تبقى الفتره بتاعه النوم دي فيها صيام كبيره جدا، على بال كمان ما نفطر يبقى مثلا ناخد 10-12 ساعة صيام، فالجسم يبقى بيرتاح من ان هو يهضم الاكل وبيحرق في الاكل اللي عنده. فده مهم جدا. فطبعا الجسم بيحرق واحنا نايمين، وبيحرق في كل الاوقات، وبيحرق في الشتاء بزيادة جدا عن اي وقت تاني، لان هو بيبقى عايز يعادل الجسم، عايز يعادل درجة الحرارة البرة، عايز يدفي نفسه. فبيحرق من الدهون. لكن انت طول ما انت عمالة تدي للجسم كميات اكل كبيرة مش هيحرق من الدهون اللي عنده. صحيح. لو رحنا للمشروبات، لانك قلتي لي عليها عامل كبير قوي للتدفئه وممكن تتاخد يعني بوفره خلال اليوم، ايه اهم المشروبات اللي ينفع ناخدها ما نحسش ان احنا بتخنا زياده، وفي نفس الوقت بتزود درجه حراره الجسم بتدفينا وما تبقاش مضره؟
ممكن ناخد شاي اخضر، ممكن ناخد قرفه بجنزبيل، ممكن ناخد، بس يفضل ان احنا نركز على الجنزبيل الجذور لانه بيكون فوائده اكتر، اللي هو من العطار بقى مش من الماركت عادي خالص، بيتباع عادي خالص. نركز على الليمون بس يكون بميه دافيه عشان ما نقتلش فيتامين سي اللي فيه، ميه دافيه او فتره مش سخنه. نعناع، ينسون، شمر، جنزبيل، كل الحاجات دي بتساعد على الهضم وبتدفي الجسم، مش بتحتاج ان انت مش لازم تاخدي هوت شوكليت عشان ان انت تدفي بالليل يعني. بس يعني ايفن متهيألي ان حتى فيها شوكليت مش مضر لو اخذنا كاكاو خام. بالظبط، لو اخذنا كاكاو خام ما زودناش السكر فيه، ما زودناش اللبن، ما زودناش الكريم. المشكله ان الهوت شوكليت ده بيكون تجميعه حاجات كتيره قوي، يعني في ناس بتحط الشوكليت نفسها وبتحط عليها كريم والحاجات دي كلها بتزود السعرات جامد جدا. بحس انه في دايما بدائل، يعني ينفع نعمل الحاجات بس بسعرات اقل في البيت عن ما هو موجود في الاسواق. بالظبط، من ضمنها الهوت شوكليت. بالظبط، انت الكاكاو الخام ممكن تعمليه باللبن عادي خالص، لبن خالي الدسم. لا، لبن عادي، لبن كامل الدسم ما فيهوش مشكله خالص. واللبن كامل الدسم فيه فيتامين دي احسن من اللبن خالي الدسم. يعني انا بصراحه ما بحبش لبن خالي الدسم، ما بحبش انصح بيه عشان اكون صريحه. بس فانت كل حاجه ليها بدايل، بس الفكره هل انت عايزه تعيشي حياه صحيه ولا هل انت عايزه تاخدي اي حاجه قدامك عايزه تتمتعي وبس؟ ما هو انت لازم تركزي. وعلى النقيض في ناس عايزه تخس وبس، فما خسش بشكل صحي. بالظبط، فبتحرم نفسها احيانا من حاجات وجبات اساسيه مثلا او مواد غذائيه جسمها محتاجها. بالظبط بالظبط، ما فيش حاجه اسمها اني انا اعمل سكيب لحاجه معينه. يعني مثلا في انظمه فعلا بتكون خاليه من حاجات معينه زي صحيح. النشويات وكده، بس دي بتتاخذ لمدار فتره مؤقته وبنرجع تاني ناكل النشويات وتحت اشراف طبيب. وتحت اشراف طبيب عشان يبقى عارف الجسم ده ناقصه ايه. بالظبط، لان ممكن الجسم ممكن يخش في حاله هبوط من السكر. هايبوجلايسيميا. انت دلوقتي لازم تبقي عارفه كل خطوه انت ماشيه، ما تمشيش مع نفسك في حاجه ممكن تعرض جسمك للخطر. في بعض المشروبات بتزود الدورة الدموية أو بتحسن الدورة الدموية في الجسم. لو عرفنا أكتر، لأن دي برضو بتخلي الجسم يعني نشط وبتخلي الجسم يستدفئ والأطراف تستدفئ أكتر، لأنه في ناس كتيرة بتعاني من برودة الأطراف والحقيقة من ضمنهم أنا في فصل الشتاء. قولي لنا أكتر عن إيه اللي ممكن بيزود البلاد سيركيليشن. هو كل المشروبات اللي احنا قلناها دي بتزود البلاد سيركيليشن، وبصراحة من أجمل المشروبات اللي أنا بنصح بيها في الشتاء اللبن بالكركم. ده حاجه يعني قولينا اكتر، انا قريت كتير عن الموضوع ده وجربته بس الحقيقه فشلت ان انا لا، هو جميل جدا جدا. اولا بيساعد على التدفئه، في الكركم في مضاد للالتهابات، بيمنع الامراض القلب، بيقلل الزهايمر، ليه فوائد كبيره جدا جدا، ومؤخرا بدات تظهر عليه الفوائد بتاعته كتيره جدا. يعني كانه الكركم وهو دايما موجود في الدولاب، في الدولاب الحاجات الخاصه بالتوابل، لكن ما كناش مكتشفين فوائده. هي دي حقيقة. اكتشفنا ان الكركم ده حاجه مهمه قوي. بالظبط. طب قولي لي بيتعمل ازاي اللبن بالكركم، لان انا شخصيا بوظته خالص. لا، هو بسيط جدا جدا. انت بتغلي اللبن، اي لبن، لبن لوز، لبن جوز هند، لبن بقري، وبتغلي معاه معلقه كركم وقرفه، معلقه قرفه صغنطوطه خالص، وجنزبيل جذور بسيط خالص. بس ما ينفعش احط عليه سكر او سكر دايت او عسل. ممكن سكر ستيفيا. ممكن سكر ستيفيا. وممكن عسل لو حد مش حابب ان هو يخس، بس العسل برضو ما بنحطوش في درجه حراره عاليه. ما بنحبش نحطه في درجه حراره عاليه. زي ما كنت بحكي معاكي يا دكتور ساندرا، انه ناس كتيره بتبقى بتخس بس بدون دراسه او بدون بالزبط. رجوع للطبيب. بالزبط. فبتمتنع عن حاجات معينه، مثلا يقول لك لا الدهون لا. اوكي. فالدهون قد كده مهمه للتدفئه. قولي لي ايه الدهون الصحيه اللي ينفع ناخدها من غير ما نضر جسمنا وفي نفس الوقت الجسم محتاجها؟ الدهون الصحيه هي الدهون الطبيعيه. الدهون الطبيعيه زي زيت الزيتون، زي الزبده الفلاحي، السمن البلدي، زيت جوز الهند، كل الحاجات دي تعتبر الدهون الصحيه. اي زيوت مهدرجه، اي سمن مهدرج، ده احنا لازم نمتنع عنه تماما، لان ده بيزود الكوليسترول، مش حلو خالص لجسمنا. انت بتزودي جسمك دهون، يعني بتتخني وبتعملي مشاكل امراض للقلب كتيره جدا. الدهون احنا لينا معلقه في اليوم
كافية جدا جدا لاحتياج جسمنا. أوه. إلا لو احنا بنتبع برضو نظام بيركز على الدهون بس. أوه. في أنظمة بتركز على الدهون وبتمتنع عن النشويات. فده بيبقى ليها حسبة تانية خالص عن الجسم العادي. لكن أي شخص طبيعي مش ماشي على الأنظمة دي لا ممكن إن هو ياخد معلقة واحدة بس تكون معلقة صحية. يعني من الدهون الصحية ما نلجأش لأي حاجة غير صحية. بدأنا نسمع الأيام دي عن دهون ما كناش يمكن في العادي بنسمع عنها زي زيت السمسم. أوه. زيت جوز الهند. بالزبط. زيت الأفوكادو. بالزبط. قولي لي أكتر إيه أكثر صحية طبعا يعني وده طبعا زيت الزيتون ده أكيد طبعا. أوكي. وزيت النخيل كمان قولي لنا إيه اللي صحي منهم وإيه يعني إيه الأكثر صحية وأقل قولي لنا أكتر هما كلهم كويسين وإيه اللي بينفع كمان يتحط على النار ما هو كلهم كويسين بس في حاجات فعلا ما بتحطش على النار يعني في زيت الزيتون مش كل الأنواع بينفع إن إحنا نحطه الإكسترا فيرجن ما بينفعش بالظبط بالظبط في أنواع بتبقى مكتوب عليها إن هي ما ينفعش إن هي تتحط على النار فلازم نبقى برضو متأكدين من كده الحاجات دي كلها بيفضل ان احنا نحطها لما على الاكل بيكون بارد الحاجات اللي بنحطها على النار الزبده والسمنه البلدي دي بتبقى ظريفه جدا على النار لكن نبعد شويه عن اي حاجه تانية بتتحط على النار ما نضمنش ان هي تتفاعل او حاجه بس طبعا زيت النخيل مش بنحبه قوي هو احسن حاجه هو زيت جوز الهند مفيد جدا زيت الزيتون السمنه البلدي الزبده الفلاحي دي اكثر حاجات بصراحه انا بحبها جدا يعني بنصح بيها دايما ممكن اول امبارح احتفلنا بليله راس السنه بالزبط. والناس بتخرج وتاكل بالزبط. وده بيبقى متاخر وايام بسيطه كمان ومقبلين على عيد الميلاد المجيد كل سنه وحضرتك طيب وبتبقى سفره بالزبط. واكل ودسم قولي لنا اهم النصايح اللي نتبعها عشان الناس ما ترجعش تاني يوم تعبانه وحاسه انه بالندم وتانيب الضمير الغير عادي بعد العيد هي الفكرة ان الاكل مش هيجري مش هيجري يعني العزومة اللي هتجري احنا بنبدأ الاكل دايما بسلطة وبنبدأ بشوربة ده عشان حتى المعدة تقدر تستقبل الاكل بعد ما هي في حالة يعني حرمان كبير من كل أنواع الأكل دي لأن في الصيامات بيكون الأكل كله الجسم متعود على نوعية أكل معينة بالظبط أنت بتصدميه بأكل تاني فناخد بكميات معتدلة يعني ما فيش حاجة اسمها أن احنا نمنع طبعا احنا هنبدأ الأكل بسلطة وبشوربة وناخد على قد احتياج جسمنا يا ريت أن احنا ما نزودش عن الكم اللي احنا محتاجينه ده طلب عشان صعب نعرف ننام ده طلب صعب قوي ما هو لازم ما هو أصل الأكل مش هيهرب يعني هو الأكل موجود طول السنة فلازم ان احنا نهتم بكده لان الهضم بيبقى صعب جدا جدا بعد يعني الجسم بيبقى بيستقبل حاجه مختلفه خالص انت بتغيري كل انزيمات الهضم بتاعته من اكل نباتي لاكل حيواني وفكره انه الاكل الساعه 12 او متاخر يعني في ناس تفطر 12 في ناس تفطر 10 بس يعني فكره انه انك فجاه متاخر جدا وكانه كورس لازم تاكل فته لازم تاكل يعني لحوم ايا كانت بس دسمه جدا وبعدها حلويات قولي لنا ايه المفروض يمشي ازاي اني ما احرمش نفسي لانه يعني الناس جايه تعيد في الاخر وصعب اقول لهم ما تاكلوش بس ايه الكميات المعتدله اللي ممكن اكلها عشان بعدها ما اتعبش والفرق بين الحلو برده بعد الوجبه دي قد ايه وقت هي الفكرة دلوقتي ان الساعة 12 او الحاجات دي كلها ده بيبقى اكسبشن يعني يوم او يومين في السنة فمفيش مشكلة ان احنا ناكل مرة يعني الدكتورة قالت اوكي مفيش مشكلة خالص اصل ما تقدريش ان انت تحرمي حد يوم العيد ان هو ياكل بس الفكرة انا هاكل ايه وهاكل بكميات قد ايه ان انا هيكون الاكل مشوي اكتر الاكل المشوي بيكون جميل جدا جدا لو حاجة مقلية انا حابة ان انا هاكل حاجة مقلية بكون قليها في الفرن او قليها في الاير فراير اوكي ما باخدش كميات كبيرة عن طاقتي لو بدأت الأكل بشوربة أو بسلطة هلاقي نفسي أن أنا شبعانة بسرعة جدا قبل ما أخد كمية كبيرة أوكي؟ مفيش مشكلة أن أنا أخد كم صغير جدا من الحلويات قطعة صغيرة خالص بعد الوجبة مباشرة في خلال نص ساعة عشان الإنسولين ما يعليش خالص ولو أنا مريض سكر أو أي حاجة ما يفضلش طبعا أن أنا أخد بالليل أي حاجة كده بس كل حاجة باعتدال مفيش حد هيقدر يمنع شخص ان هو ياكل في المناسبات لو هو بياكل باعتدال وانتي لو اكلتي باعتدال مش هتحسي باي ضرر لجسمك او الم في معدتك تاني يوم بس. يمكن في تقدمتي كنت بقول انه انت ما تاكل بالظبط واللي بياكل اكل غير صحي بيبقى انسان غير صحي والعكس صحيح قولي لي ايه الاكلات اللي مفروض أركز عليها أو وأتجنبها خليني أقول أتجنبها أسهل في فصل الشتاء عشان لا أصاب بهذه الأمراض زي السكر والتخنة أو الأوباسيتي
اوكي، اي اكل من بره جانك فود، الحاجات اللي بتكون مقليه كتير جدا دي بيكون فيها كم سعرات عالي جدا جدا. الجسم بيحتاج في حدود 3 ايام عشان يتخلص من السموم. فانت لو بتاخد كل يوم كم كبير من الاكل ده، فانت بتخلي جسمك مش عارف يعمل حاجه غير ان هو ينقي السموم اللي فيه. لازم ان انت تواظب ان انت تاكل اكل صحي. اكل صحي اللي هو عباره عن ايه؟ ما اليوم لازم يكون فيه كميه كبيره جدا من البروتين على قد احتياج كل شخص فينا، كمية كبيرة جدا من الخضار، الخضار اللي هو المطبوخ او اللي هو الاكل الطبيعي جدا بتاعنا، الفاصوليا، البسلة، الحاجات دي كلها دي صحية جدا جدا، ولازم تاخدي كمية كبيرة منها في اليوم. تعمليها باي طريقة انت حباها، مشوية في الفرن، اي حاجة، لازم تاخدي كمية كبيرة جدا منها. طبق السلطة قبل كل وجبة، كوباية شوربة، شوربة فراخ، شوربة لحمة، شوربة خضار، شوربة عدس، كل الحاجات دي. وقت ما هتوصلي لمرحلة ان انت بتاكلي الوجبة بتاعتك هتلاقي نفسك انت شبعتي، انت اخدتي كمية صغيرة وشبعتي، مش محتاجة ان انت تزودي. بس خليني اتوقف عند نقطة صغيرة، اعمل انسرت صغير كده، لانه في ناس بتعمل ده، يعني اشرب شوربة بس شوربة كريمة، والسلطة فيها كل الخضروات بس احط عليها دريسنج كله زيوت وزيوت مهدرجة. انت كده ضيعتي كل حاجة. انت كده دخلتي كميه فاتس كبيره فاتس مش عاديه. ما هو بالظبط، انت كده دخلتي كميه فاتس كبيره جدا لجسمك، الجسم محتاج وقت طويل جدا عشان يحرقها. انت طول ما انت عماله تدخلي فاتس كاربوهيدراتس كتيره لجسمك، طب انت جسمك هيحرق من اللي عنده ازاي؟ ما انت لازم ان انت تبقي عارفه لو انت عايزه تعيشي حياه صحيه وتعيشي وتقللي تعرضك للامراض، لازم تكوني عارفه ان في حاجه اسمها اعتدال. ان الاعتدال في السلطه، السلطه مش لازم ان احنا نحط عليها كميه دريسنج رهيبه، في حاجات سيزر سالاد مثلا كميه مايونيز مش عاديه، فالناس تروح تطلب. بصراحه احنا بنستبدلها ما احنا بنستبدلها بالزبادي. بنعملها بالزبادي، ده لو بنعملها في البيت جميله جدا. نحاول ان احنا كل حاجه نعملها في البيت. يعني في ناس تاخد منك الوصفه بقى. طبعا تحت امرك. تحت امرك بجد، بتبقى جميله جدا جدا وخفيفه جدا، وبتبقي فرحانه وانت بتاكلي، مش حاسه ان انت عملتي جريمه في حق نفسك ان انت زودتي كم السعرات بتاعتك. بشكرك جدا دكتوره ساندرا فؤاد، خبيره التغذيه العلاجيه، وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك سنه سعيده. ميرسي خالص لذوقك، تشرفت بيكي.